بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده بودرة التمر هندي، وهنعمل منها عصير. البودرة ديت يعني هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا احنا عارفين لما بتجيبي كيس التمر هندي اللي هو العصير البودرة ده هو عشان تجيبيه، فبتجيبيه بيبقى حبة صغيرين وبيبقى غالي كمان، وكمان احنا داخلين يعني على رمضان اهوت، فقلت بقى ايه يعني اعمل معاكم بودرة التمر هندي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا حبايبي نشوف مع بعض بقى احنا هنحتاج لايه. هنا معايا ده كده 1/2 كيلو سكر، ومعايا معلقة صغيرة لون بني شوكولاتة. انت بتروحي للعطار وبتقولي له عايزة لون بني شوكولاتة، ده كده هناخد منه معلقة صغيرة. هناخد برضو معلقة صغيرة من ملح الليمون. ملح الليمون هيبقى معانا مادة حافظة يعني لبودرة العصير اللي انا هعملها. هنحتاج برضو من عند العطار دي كده اسانس تمر هندي، يعني بتجيبي منه ازازة بتبقى زي دي كده اهوت. بس كده هنحتاج منها معلقة ونص كده صغيرة على بودرة العصير اللي انا هعملها. وهنا بقى معايا مية عشان هنعمل عصير بقى بعد ما اخلص البودرة، ونص كوباية سكر عشان احلي بيها برضو العصير. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض بقى هنعمل ايه. هناخد الحاجات ديت احطها كده اهوت، اللي هو معلقة صغيرة ملح الليمون ومعلقة صغيرة لون بني شوكولاتة، هقلبهم كده مع السكر. كويس كده بس خلاص كده اهوت. بقى ايه هاخد بقى ايه هاخد من الاسانس دهوت معايا اللي هي المعالق المعايير، او ممكن بالمعلقة التانية العادية اللي عندك. هناخد معلقة كده ونص دلوقتي بقى حبايبي. ببدأ بقى اللي انا اقلب، ريحة جميلة جدا، ريحة التمر الهندي اللي هو الاسانس اللي انا حطيته جميلة جدا. دلوقتي بقى هفضل اللي انا اقلب كده اهوت لحد كل ما بتقلبي كل ما هتلاقيه غمق معاكي يعني. فدلوقتي بقى انا هفضل اقلب كده فيه شوية، هوقف بس دلوقتي ونرجع تاني. كده حبايبي انا كده قلبت كويس كده زي ما احنا شايفين، لحد السكر ما اتشرب اللون كويس وغمق معايا كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى انا هبدأ اللي انا اخد منه 3 معالق كده اهوت على الشقشق هنا، وبعد كده اشيل الباقي في البقطماط. جميل جدا، كفاية 3 معالق بس كده. دلوقتي انا هحط بس ده كده في قلب البرطمان. بعد ما بحطه كده في البرطمان بتسيبيه بقى في قلب التلاجة كده اهوت. كده حبايبي انا حطيت كده بقية بودرة التمر الهندي كده اللي انا عملتها، حطيتها كده في قلب البرطمان. هبدأ بقى اللي انا ايه اغطي عليها كده اهوت، وبعد كده بقى ايه احتفظ بيها في قلب التلاجة. اي وقت بقى عايز اعمل بيها عصير بطلع ايه واعمل. دلوقتي بقى نعمل مع بعض بقى العصير. هنا بعد ما حطيت ال3 معالق على الشفشة، هاخد بقى نعوت معايا 1/2 كوباية سكر هضيفها كده عليهم.
طبعا السكر دوت على حسب ايه التحلية ديت على حسب ايه ما انت حابة، يعني انت بتقلبي بقى كدهوت وتدوقي اذا كان عايز سكر ولا لا كده. انا دلوقتي بقى هقلبه كدهوت لحد السكر ما يدوب خالص معايا وارجع تاني. كده حبايبي انا كده قلبته كويس كده لحد السكر ما داب. دلوقتي بقى ايه، صب كده كوباية ونوريه لكم. كده حبايبي شايفين جميل جدا، والطعم بتاعه يعني فعلا لما تجربيه هيعجبك، الطعم بتاعه خطير جدا فعلا. كده انت بتعملي بقى عصير التمر هندي، اللي تعملي البودرة تعملي منها عصير، وكمان الوصفة ديت يعني هتوفر معاكي يعني، ولان احنا عارفين ان الاكياس اللي بتتباع كمان بيبقى شوية صغيرة كده فيها، وكمان يعني بتبقى غالية، واحنا كمان مفيش اي بيت كمان بيستغنى عنه بقى في ايام رمضان، بتلاقي العصاير وكده اهوت. فان شاء الله كده الوصفة ديت هتنال اعجابكم ان شاء الله، وزي ما شفنا كده المكونات بتاعتها كلها سهلة وبسيطة. بحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.